رأيتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكن. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء 28 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الرابع من صحيح السيرة، وصلنا في الأحداث إلى فتح مكة، ويا له من فتح. مضى على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 8 أعوام منذ أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا متخفيا من المدينة، من مكة إلى المدينة، فما هي إلا 8 أعوام فقط حتى عاد النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا لمكة. وهذا بقياس الزمن وبقياس السنوات، هذه الأعوام 8 لا تساوي شيئا، لأن الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى، وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يظهره وهو الذي يرفعه وهو الذي ينصره سبحانه وتعالى. كيف حدث فتح مكة؟ كنا قبل ذلك ذكرت أن من شروط صلح الحديبية أن توضع الحرب بين المسلمين وبين قريش لمدة 10 سنوات. فأين هي 10 سنوات؟ هل مضى على الحديبية 10 سنوات؟ لم يمض على الحديبية 10 سنوات، هما عامان فقط مرة على الحديبية. ما الذي حدث؟ من الذي غدر؟ ومن الذي بدأ وأدى إلى ذلك؟ وكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. في أثناء صلح الحديبية كان من الشروط أنه من أراد أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم فليدخل. فتواثبت خزاعة وقالوا نحن في حلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتواثبت بنو بكر وقالوا نحن في حلف قريش. وخزاعة يعني كانت دائما لها يعني ايه ود وصلة مع المسلمين ومع النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دخلت قبيلة خزاعة في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، فهي لها ما للمسلمين وعليها ما على المسلمين. ودخل بنو بكر في حلف قريش، فلهم ما لقريش وعليهم ما على قريش. لكن الذي حدث أن بني بكر اعتدوا على خزاعة وغدرا، وقتلوا منهم من قتلوا، وأعانتهم قريش بالسلاح. وقال قريش قالت هذا بليل، قيل انه اعتدي على ماء كان لخزاعة، اعتدت بنو بكر. قريش قالوا هذا بليل ولن يدري احد بما حدث، لكن الخبر وصل الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء سيد خزاعة عمرو ابن سالم يستنصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول له أبياتا من الشعر تحرك القلب، وكيف أن بني بكر اعتدوا عليهم
غدروا بهم وكيف أن قريشا ساعدتهم على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام استمع لعمر بن سالم ومرت سحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه السحابة تخبرني بنصر عمرو بن سالم. وقال: نصرت يا عمرو ابن سالم. النبي عليه الصلاة والسلام لما نوى أن يخرج إلى مكة فاتحا فإنه أخفى تماما صلى الله عليه وسلم وجهته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبر الصحابة ويخبر أمهات المؤمنين بوجهته التي يخرج إليها حتى يجهزوه، لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أخفى تماما وجهته وخروجه إلى مكة. علمت قريش، ورد في بعض الآثار أن قريشا علمت أن عمرو بن سالم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل أنهم أرسلوا أبا سفيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجدد الصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلح قد نُخِب بهذا الغدر الذي كان من بني بكر. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم أن يدفعوا دية القتلى من خزاعة، فأبوا أن يدفعوا دية القتلى. طالما أبوا أن يدفعوا دية القتلى فلابد للمسلمين من نصر حلفائهم، لأنهم دخلوا معهم في عهدهم وفضلوهم على قريش مع مكانة قريش وكثرة أعداد قريش، فكان لابد من الخروج. لكن النبي عليه الصلاة والسلام على غير عادته أخفى وجهته، بل دعا أن يعمي الله سبحانه وتعالى الخبر عن قريش حتى لا يتأهبوا ولا يستعدوا لقتال المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما رأينا قبل ذلك هو لا يريد أن يقاتل قريشا، يريد أن يحافظ على قوة قريش، على قوة قريش، لأنهم ذخيرة الإسلام بعد ذلك، سيكونون ذخيرة الإسلام بعد ذلك. فدعا الله سبحانه وتعالى أن يعمي على قريش، ولم يخبر أحدا، حتى لم يخبر أمهات المؤمنين، حتى أنه ورد أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على ابنته عائشة رضي الله عنها فقال: أأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهازي، جهاز المعركة السفر يعني الحرب، طعام والسلاح وكذا؟ فقالت: أمرنا. قال: أخبركم عن وجهته؟ قالت: لم يخبرنا عن وجهتي. يعني حتى وجدنا أبا بكر رضي الله عنه لا يعرف إلى أين سيتجه النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنه أمرهم أن ينفروا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كتم الخبر عن الناس، لكن وجدنا أن أحد الصحابة رضي الله عنهم علم بهذا، بخبر خروج النبي عليه الصلاة والسلام. كيف علم؟ حاطب بن أبي بلتعة. ولماذا أرسل خطابا إلى مكة إلى قريش يخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي إليهم فاتحة؟ وهذا سأتوقف عنده بإذن الله، على أن أستأنفه في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا، نحو الحبيب والورى يشكو.